فضيلة الشيخ، من أفرد عاشوراء بالصوم فقط هل يحصل على الثواب تكفير السنة كاملة؟ يسأل يقول: إذا أفرد الرجل صوم عاشوراء ولم يصوم قبله ولا بعده فهل له أجر؟ الجواب: نعم له أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة التي قبلها. ولكن ننصحه أن لا يفيد الصوم، أن لا يفيد صوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدركه. قال العلماء: وصيام عاشوراء أقسام، الأول أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فهذا أحسن شيء، والثاني أن يصوم العاشر والحادي عشر، وهذا فيه الكفاية، يعني مطابق لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام بقول: صوم يوما قبله أو يوما بعده. والثالث أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا أفضل، يعني لو قال قائل: أصوم العاشر والحادي عشر أو التاسع والعاشر، قلنا التاسع والعاشر أفضل. وهذه كلها جائزة وليس فيها كراهة. القسم الرابع وهو أن يفرده في الصوم، فهذا كرهه بعض العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليوم صوموا يوما قبله أو يوما بعده. شيخ المدينة